السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: خلية الأزمة المشكلة في العراق عمقت أزمة تفشي وباء كورونا. بعد تفشي فيروس كورونا في العراق بسبب السياسات الحكومية الضعيفة التي ساهمت في قدومه من إيران وانتشاره في العراق، وبسبب عدم الاكتراث لأرواح العراقيين في الداخل، تفشى الفيروس مخلفا مئات المصابين وعشرات المتوفين، ورغم تشكيل سلطة المنطقة الخضراء ببغداد خلية أزمة لمعالجة الأضرار التي قد تنجم عن تفشي هذا الوباء، إلا أن هذه الخلية كانت هي أزمة بحد ذاتها، إذ لم تعالج قضايا كثيرة من ضمنها مستلزمات المواطنين واحتياجاتهم من المواد الغذائية وغيرها بعد فرض حظر التجوال، مما دفع بشريحة ليست قليلة من المجتمع العراقي وتحديدا الفقراء من الاستمرار بالنزول إلى الشوارع بحثا منهم عن لقمة العيش التي تعينهم وعوائلهم على هذا الوضع الصعب. نطرح هنا مشاهدينا الكرام عدة تساؤلات بهذا الخصوص: ما دور خلية الأزمة المشكلة إن لم تستطع معالجة الأزمات في العراق؟ ولماذا لا نزال نشاهد العراقيين يدعمون بعضهم بجهود ذاتية بسيطة، ولا نشاهد الحكومة المسؤولة عن توفير مستلزمات العيش الكريم للمواطن؟ ما هي الاستعدادات الحكومية لمواجهة الكوارث التي تحصل في العراق؟ هذه الأسئلة وغيرها بإمكانكم أن تجيبوا عليها من خلال الأرقام التي ستظهر بعد قليل أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي أيضا ستظهر بعد قليل للمشاركة بالرسائل النصية. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. الجهات المعنية وقيادات العمليات ثلاث ساعات يوميا، 10 الى 11 من الساعة 10 الى 12 ما يخالف يا اخي، من ال 11 لل 1 من ال 10 لل 11 صراحة تدب اليوم. بس هاي ما لقيت لنا الا هاي، جيب هذا باب الخدمة مالك، جيب الكتاب مالك اليوم راح والله هلكتونا خاطر نبي محمد شو اساس كله صمو هاي عند دار المكتب ما رئيس الوزراء هذا لك معود يا سيف يا ابني هسه كله مصمم وقابلنا علي شو الوضع هاي لكم والله اللي بعدهم بعد ما علي شو مصمم من عندي لان القنوات مرتبطه ويانا يعني هو يقول لك بس هو انتظرك سقمنا فد اصلخنا فد اشاره أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا ما شاهدتموه قبل قليل هو خلية الأزمة المشكلة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العراق بهذه الطريقة العبثية الفوضوية، صفوها كما شئتم، هكذا يتم التعامل مع الأزمات في العراق بهذه الفوضوية، باللا ترتيب، باللا تنسيق الذي شاهدناه قبل قليل. طبعا الدولة في العراق قائمة بشكل كامل على هذا المبدأ، مبدأ الفوضى ومبدأ العبثية الذي تتعامل فيه السلطة في المنطقة الخضراء بكافة كوادرها، بكافة لجانها، بكافة تشكيلاتها بهذه الطريقة. طبعا السلطات الحكومية مددت حظر التجوال في البلاد حتى 11 من شهر نيسان المقبل، تحسبا طبعا ليس تحسبا من انتشار الفيروس، وإنما هو للاحتياط أكثر من تفشي الوباء، هذا المعلن. محافظ كربلاء نصيف الخطابي ذكر أو فرض حالة الإنذار القصوى في المحافظة لمنع تفشي الوباء، وفي محافظة ميسان أعلنت خلية الأزمة عن تمديد حظر التجوال لمدة أسبوع في المحافظة بعد انتشار الفيروس. هنا الأمم المتحدة تحدثت في رسالة إلى الشعب العراقي وجهتها بشأن فيروس كورونا والتحديات التي يواجهها المواطنون في البلاد. الممثلة ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت قالت في رسالة موجهة إلى الشعب العراقي إن الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية قد تفاقمت في العراق بسبب فيروس كورونا الذي لم تسلم منه البلاد. وأضافت بلاسخارت أن على القادة السياسيين إدراك جدية الوضع وأن تستسلم الحزبية والمصالح الضيقة للقضية الوطنية الكبرى ومصالح الشعب العراقي. هل تستطيع هذه الأحزاب الموجودة في العملية السياسية أن تجعل مصالحها
الضيقة والحزبية والفئوية والطائفية تنحصر الآن لتتفوق المصلحة الوطنية العليا وتكون هي الصورة وهي الهدف أمام الجميع لتحقيقه؟ هل تستطيع أن تطبق هذه الرسالة التي وجهتها ممثلة الأمم المتحدة في العراق؟ طيب، معنا السيدة الآن أم أحمد من بغداد، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله. أحييك وأحيي قناتكم الرائعة العظيمة. الله يسلمك. أبدي بعبارة: الشعب يتساند والحكومة تتباعد. نعم. لو هاي العبارة تستطيع أن تلخص واقع الحال في العراق. نعم. فبديت حضرتك بالبرنامج تذكر أنه عندنا خلية أزمة ومدة حل، ما هي اسمها خلية أزمة، فإحنا هنا عندنا حكومتنا تخلق الأزمات. وهذا هاي أزمة أخرى بالإضافة للأزمات اللي إحنا نعيشها وياهم من 2003. نعم. ما تعرف هاي حكومتنا أنه تتحمل أي مسؤولية أو أي التزام من الأمور اللي أبسط يعني مسؤولياتها، هو أنها تكون تهتم بالوضع والوزارات تعمل وهكذا، ما عندها أي معرفة ولا أي ميل، فقط إلى مسؤولية واحدة وتبرع به طبعا بامتياز. ماكو أي دولة تنافسها بهذا، أنه كيف تحصل على المناصب. نعم. تفكر فقط في الكراسي والمناصب، لأنهم ليسوا حكومة من سياسيين ورجال دولة، بل هم عصابة من قتل ولصوص. نعم. والشعب العراقي أصبح يعلم هذا الأمر. مع هذا يا أم أحمد، مع ما تفضلت به، الوباء اللي دخل للعراق هو يشمل الجميع ويطال الجميع، السياسيين وأصغر موظف بالدولة والشعب بشكل عام. يعني ألا يجب أن يكون هناك استعدادات حكومية للطوارئ؟ في أي دولة في العالم هناك صندوق مخصص للطوارئ، صندوق من ميزانية الدولة يخصص للطوارئ، للحالات الطارئة، للكوارث الطبيعية التي تحصل. لماذا لم تستعد هذه الحكومات الموجودة في المنطقة الخضراء لمثل هكذا حالات طارئة؟ نعم أستاذ محمد، ما احنا ذكرنا هم ليسوا حكومة، هم عصابة قتلة ولصوص تبحث عن منافعها. والآن اللي يحدث واللي يمر بالعراق، الله يحمي العراق وأهل الطيبين الشرفاء. نعم. وكل المؤمنين والمؤمنات بجميع العالم اللي يعانون من هذا المرض. اللي يصير أستاذ محمد أبعد من هذا، إحنا الحظر اللي يصير عندنا على المواطنين فعلا هو إجراء صحيح جدا لحصر المرض، لكن بالمقابل الحكومات تقدم خدمات لهذا الشعب اللي طلبت منه يسوي حجر منزلي. نعم. يا أما بأجور أو أنه تصل المواد الغذائية. نعم. ماكو دولة بس قالت للشعب أنه التزم، ثم يعني عن خبرة ذوي اختصاص، يعني عم بدي أتكلم وياك. نعم. هذا الوضع راح يساعد معدلات الجريمة عندنا، وإحنا مجتمعنا ما ناقص. نعم. من العوز والحاجة اللي راح يعاني منها الشعب. نعم. خاصة نلاحظ هم دا يمددون، بالمقابل هم ما ماخذين إجراءات صحيحة. بس. نعم. بس نسمع تبرع المسؤول الفلاني سوى مستشفى وكذا، ماكو. هذه الحكومة أتحداها إذا تتبرع الدينار واحد للشعب العراقي. نعم. قد يملكون فنادق بالعراق؟ سمعنا أحد من عندهم تبرع الأهالي، الشعب اللي داي يتبرع بالفنادق وأملاكه. أكو أحد من عندهم هذا الزرفي الأخير المكلف رقم 2. نعم. كان عنده فنادق بالنجف وكربلاء وبغير مكان، تبرع؟ قال أنا خل أمطي واحد من فنادقي للشعب. نعم. نتحداهم إذا يتبرعون وإذا يهتمون للشعب، وحتى دعاية وإعلام ما يقدرون يسوون هذا الشيء. طيب. لأنهم مو عراقيين. أنا أشكرك يا سيدة. نعم. هم ليسوا عراقيين. شكرا يا سيدة أم أحمد، كنت معنا من بغداد للمشاركة. ويانا السيد أبو علي من بابل، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذ محمد، اخبارك؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك، تفضل. ان شاء الله فرد وسلام على العراقيين وعلى المسلمين كلهم. امين. وان شاء الله الله يخلصنا من هذه الامراض ان شاء الله. نعم، تفضل يا ابو علي. شلونك استاذ محمد، الله يسلمك، تفضل. اخبارك استاذ؟
ان شاء الله بردنا سلام استاذ محمد على العراقيين هاي الامراض. نعم ابو علي، شنو رايك بالاستعدادات الحكوميه لمواجهه فيروس كورونا؟ هل تشوفها استعدادات صحيحه لو بيها الكثير من العيوب؟ لا ان شاء الله صحيحه، وان شاء الله احنا نلتزم بهاي التحضيرات. طيب الدوله اعلنت حظر للتجوال، لكن بنفس الوقت ما وفرت للمواطن المواد الغذائيه اللي حياكل ويشرب منها هو وعائلته اللي عايشين بالبيوت. احنا عندنا فقراء نسبه كبيره، وعندنا ناس هوايه تعتمد على الاجر اليومي بشغلها، يعني يطلع يشتغل باليوم حتى يحصل له كم فلس يرجع يجيب بيه اكل للبيت. ذول الناس بعد ما تقطعت ارزاقهم ووقف العمل، الدوله وين اجراءاتها بتوفير مستلزمات العيش لهاي العوائل ولهاي الفئه من المجتمع؟ والله نعم ابو علي، لو تنص صوت التلفزيون رجاء حتى نسمعك بشكل اسرع واوضح. نعم نعم استاذ محمد. نعم ان شاء الله نطلب الخيرين والطيبين بالدوله يحسون علينا وعلى معاناتنا. والدوله بها ان شاء الله طيبين. وينهم؟ وهذا السؤال يا ابو علي. احنا عندنا شيء اسمه خليه ازمه، خليه الازمه هاي المشكله للوقوف على كل الاضرار اللي يخلفها فيروس كورونا، لمساعدة العراقيين على تحمل هاي الفترة إلى أن تنتهي هاي الأزمة. يعني شنو وظيفتها خلية أزمة إذا ما حلت أزمة الناس اللي دي يشتغلون بأجر يومي مثلا، اللي ما حلت أزمة الفقراء اللي صاروا ما يقدرون ينزلون للشوارع حتى يشتغلون دي يحصلون لقمة العيش؟ شلون حتعين دول الناس؟ الناس الحدث الفقراء لحد هاي اللحظة ما دي يقدر يبقى بالبيت، لأن يقول لك بقائي بالبيت يعني أنا دي أحكم على عائلتي بالموت، اطلع بالشارع اشتغل احصل لي كم فلس وارجع للبيت اجيب لقمه اكل لاهلي. شلون تفرض انت حظر تجوال وانت ما مجهز الاحتياجات للناس اللي حتبقى بالبيوت؟ والله نعم نعم وياك استاذ محمد. نعم ابو علي، بس لو تنص صوت التلفزيون رجاء. يلا نصيته. يلا تفضل استاذ محمد. والله ان شاء الله يعني يحسون بينا ان شاء الله ويدير بالهم علينا ان شاء الله. تمام. واكو طيبين بهالدوله يعني. تمام. مو كلها يعني مو زينين. مو احنا دا نسال دائما الطيبين ذولا وينهم؟ الطيبين وينهم؟ الطيبين وينهم والناس تتذبح بالشوارع؟ الطيبين وينهم والبلد دا يتدمر صار له 17 سنه؟ اي ادري ذولا الطيبين وينهم؟ والله ان شاء الله يطلعون العدد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا ابو علي. صار لنا 17 سنه ننتظر ذولا الطيبين ونعطيهم الفرصة ووحدة وراء اللخ والناس تتذبح بالشوارع والبلد ينهار من سيء إلى أسوأ، وأكو ناس بعدها تقول أكو طيبين بهالحكومة وننتظر يطلعون. إيش وقت يطلعون؟ أبو محمد من الفلوجة تفضل. الله يسعدك أبو أستاذي. الله يسلمك حياك الله محمد. تفضل عيني محمد. هذول لا يرتجى منهم أمل أبدا مستحيل. هذول ناس ما جايين بس ينهبون. نعم. ولا عندهم اي صله لهذا الوطن. ثانيا احنا عندنا مغيبين الصقل قويه 750 شخص. نعم. اخذوهم 3-6 اخذتهم القوات الامنيه. حزب الله وما ادراك ما حزب الله. نعم. ولحد الان لا نعرف عنهم اي شيء، نعرف انهم بسجون الحشيد بالمطار بالشبه الخامسه الا انا لم نراهم. نعم. فما تقول لي هذول وين الطيبين مالتهم؟ نعم. وشلون يرضى الطيب اللي موجود بالحكومه انه يبقى بهاي الحكومه اللي مليانه فاسدين وقتله؟ عم يكونهم فاسدين وقتله والله جابهم غضب على الشعب العراقي. نعم. وعلى الامه الاسلاميه. نعم. هذول ناس ما عندهم اي ضمير اي احساس ما عندهم. تتوقع اكو يعني طيبين بيهم يا ابو محمد؟ تتوقع اكو طيبين واحنا ظالميهم والشعب ظالمهم؟ تتوقع بالحكومه؟ اي بالحكومه اقسم لك بالله ماكو ولا واحد من عندهم ابدا. اي واحد بيهم يقول تقول لي اقول لك اطلع لك هسه انا تاريخه. نعم. ما عندهم اي تاريخ غير التاريخ الاسود. نعم. يعني من 2003 لحد الان شنو هو اللي شفناه من عندهم؟ نعم. بس ابي اشوف شنو اللي شفناه من عندهم. شفنا من عندهم شيء بخير؟
لا والله هسه انا قلت لك يعني هسه عوائل الصقلاوي 750 واحد. نعم. زين وبس تشوف هذول النسوان تركر عن عن المساعدات من هاي المنظمات والمدري شنو هو وينهم هم يعني حتى بهاي النقطه حضرتك ممكن نربط كلامك بقضيه خليه الازمه. قبل لا يدخل فيروس كورونا قبل لا يدخل فيروس كورونا للعراق وضعكم انتم اهالي المحافظات اللي تدمرت انضربت بعمليات عسكريه وتشردتوا ونزحتوا، ايش قدمت لكم هاي اللجان اللي شكلتها اللي شكلتها الحكومه خليات ازمه كثيره شكلت؟ والله ما قدموا كل شيء، بس قدموا ان الموزين والميليشيات اخذت حتى اراضينا. نعم. اخذت حتى كل شيء من عندنا، اخذت املاكنا، اخذت سياراتنا، كل شيء الميليشيات اخذتها وطلعت بيها، وهسه اراضينا اخذوها وش. نعم. عمي ما تقول لي شنو هو اللي سووا لنا اياه. نعم الله يكون بعونكم يا ابو محمد. انا اشكرك، كنت معنا من الفلوجه. عباس من النجف، تفضل يا عباس. الله يساعدك. الله يسلمك، حياك الله. والله احنا بالنسبه لنا احنا ناس بالعشوائيات. نعم. وبيناتنا قرصه خبز ما ناكل، صار لنا اسبوع لا شغل ولا عمل. نعم. حضرتك ايش تشتغل يا عباس؟ حتى السقف يعني خربانه شغلتك. حضرتك ايش تشتغل يا سيد عباس؟ هاي الحكومه جابت ارواحنا كفيلك الله، منها من زال لايران ومنها من زال لامريكا. نعم. ما استفادين شيء. نعم. ودولة وكل شيء يعني يو إيراني وما يصير. نعم. لا يخلون حكومة مستقلة ولا يخلون. طيب. واحنا جات النزاع قبل لك حسين عندنا أربع أطفال وقاعد وساكت. الله يكون بعونك. سيد عباس عباس تسمعني سيد عباس؟ إيه. شو حضرتك ايش تشتغل؟ والله ستوتة عندي. نعم. واشتغل بها بالقبور. يعني انت تعتمد على اللي تشتغل عليه باليوم، اللي تطلعه باليوم هو هذا اللي يعيشك ويعيش. لا رعايه اجتماعيه. لا رعايه اجتماعيه ولا كل شيء ولا ابد. الوجبه يطلنا بها طحينه وتملات وغيرها ماكل، لا دهن ولا كل. الحصه ايش عندك الحصه التموينيه يا ابو يا سيد عباس؟ شو يعطوكم بها؟ والله غير تملات والطحينه. وتكفيك هاي انت وعائلتك تعيشك؟ والله ما تعيشنا يعني. طيب. اذا بست تحسن ب 5000 اجيب لهم ماي خبز. نعم. يعني هسه ورا ما فرضوا حظر التجوال انت هسه قاعد بالبيت ما تقدر كل شيء تسوي. ايه بالله بالبيت. وماكو دوله الدوله ما اعطتك شيء حتى تخليك قاعد بالبيت، لا اكل ولا شرب. والله لا اكل ولا شرب ويكذبون يقولون احنا نطلب مساعدات. أو السلطة بناتنا الله ما شفنا أكل شنو. لا إله إلا الله. والله العظيم. الله يكون بعونكم يا سيد عباس من النجف. أنا أشكرك للمشاركة. تسمعون مشاهدينا الكرام ناس تتصل وتشرح هاي المعاناة وتتكلم. الدولة اللي تفرض حظر للتجوال شنو الخطط البديلة؟ شنو المساعدات اللي حتقدمها لأصحاب المحلات البسيطة، أصحاب المهن المتواضعة، أصحاب العمل والأجر اليومي، ذول اللي يعتمدون على قوتهم وقوت عوائلهم على أجر اليومي اللي دا ياخذه من شغله، ذول شلون حيعيشون؟ ما فكرت الدولة أو خلية الأزمة بذول الناس واللي أعدادهم بالملايين بالعراق اللي عايشين تحت خط الفقر واللي يعتمدون على قوتهم وقوت عوائلهم على هذا الأجر اليومي اللي دا يحصلوا من الشغل اليومي اللي دا يشتغلوا؟ ما فكرت هاي الدولة بوضع ذول الناس، بوضع الأطفال، بوضع المرضى، بوضع النساء؟ استمعت إلى كلام سيد عباس من النجف، صار له 7 أيام يقول كسرة خبز ما عندنا. أبو عامر من الموصل، تفضل. ألو أستاذ محمد شلونك؟ الله يسلمك، حياك الله. أستاذ محمد أنا بالموصل، الله وكيلك هاي حكومة مجرمة. ما نترجى منهم أي خير. نعم. حكومة عصابات. حكومة الله وكيلك عندنا شباب مظلومين هسه بالسجون. الله وكيلك عوائلهم هسه أنا بلا أكل. الله وكيلك عوائلهم بلا أكل. الله وكيلك. وأبهاتهم بالسجون. نعم. أبهاتهم الله وكيلك هسه بالسجون. الله وكيلك يا ياخذ شي ما عندهم. خذتهم الميليشيات. الحكومة المجرمة العصابات. سيد أبو عامر أنا
أنا أتفهم موضوع حضرتك وأعرف الفكرة اللي تريد تشرحها وتحكي بمعاناتك، بس اليوم موضوعنا شوية يختلف. أريد منك تعليق على موضوعنا إذا تسمح لي. بس أريد تعليق. إحنا ما نترجى من هاي الحكومة أي خير. نعم. هاي الحكومة ما نترجى منها سيدي خير أبد إطلاقا. نعم. والله. شكرا سيد أبو عامر، والله يكون بعونكم ويفك أسر الناس المظلومة اللي موجودة بالسجون والمعتقلات. السيد أبو مالك من أمريكا، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي أستاذ محمد إليك ولكل كادر القناة. الله يسلمك، حياك الله أستاذ محمد. بالنسبة لخلية الأزمة، نعم، بكل دول العالم وزير الصحة هو يكون رئيس لهذه الخلية، يعني هو يتحمل مسؤولية أي وباء يكون بالبلد. نعم. بس إحنا للأسف عندنا وزير يعني حرام السلمة فخلتين يسرح بهم. نعم. لأنه لا يحل ولا يربط، وهو من شلة سياسية تعبانة عبارة عن حرامية جصوص. ذاك اليوم سمعت تصريح على اساس رئيس مجلس النواب متبرع انه يبني مستشفيات اثنين للمواطنين. طيب انت وين كنت قبل هذا الفيروس؟ ليش الشعب العراقي ما يستحق مستشفيات جديده؟ لا، وهي وين المستشفيات؟ يعني هو وعد يتبرع، وين المستشفيات؟ هو حديث استاذ محمد هذا، يعني انت الشعب العراقي ما يستحق مستشفيات حديثه قبل الفيروس؟ بس نعم. هاي فتح باب تبرع على مود يستفاد من هاي الازمه كم فلس بحجه انه يبني مستشفيات، لان فاتحين تبرع بالرمادي وبغداد وما. يعني اكو نقطه اريد افهمها يا ابو مالك، الحدث حقيقه دائما اباوع عليها وصف. وزير الصحه نعم. يطلع على التلفزيون يقول احنا نحتاج كذا مليار دولار من العالم، المجتمع الدولي يساعدنا بالتصدي لوباء كورونا، ويطلع هسه رئيس البرلمان مثل ما تتفضل يفتح باب التبرعات. أشم الدولة اللي عايشة على بحر من النفط، هاي الحكومة اللي واقفة على بحر من النفط وهالمليارات، وتطلع تدور تبرعات وتدور يعني تتسول من المجتمع الدولي لبضع مليارات أو ملايين من الدولارات، وين فلوسنا العد؟ أستاذ محمد هي بس فلوسنا. ذاك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تبرعت لهم ب 37 مليون دولار، وين ودوها؟ نعم. شلة ما الحرامية، شلة ما الحرامية، الله وكيلك. وهذا وهم متقاسمين أي مبلغ يدخل العراق. نعم. العراق اليوم مديون كذا مليار. نعم. وهذا وخاصة احنا داخلين بأزمة هبوط سعر النفط، يعني أريد أشوف شلون راح يمشون أمور الدولة. يعني هم وصلوا العراق إلى المجهول. نعم. شلة ما عصابات حرامية ساقطة، يعني الله وكيلك، الله بلا الشعب العراقي بهش نماذج بلوى. نعم سيد ابو مالك، انا اشكرك. محمد. شكرا جزيلا، كنت معنا من امريكا. ابو علي من النجف، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. الله يحفظك استاذ محمد. الله يحفظك خويا. الله يحفظك. هاي الحكومه صدقني هاي مو حكومه، هاي عصابه وجهه الشعب العراقي كله يموت. نعم. وجهه الشعب العراقي كله في فيروس ما مهتمه. هسه هم محصنين، لا بيهم واحد صار بي فيروس، لا مسؤول صار بي فيروس، ليش الشعب العراقي الفقير هو صار بي فيروس؟ نعم. هاي وحده. ثاني شيء، صدق هم طببوا الايرانيين بالبدايه. نعم. انت لو شوف هسه النجف غير، ثلاث ارباعها ايرانيين بها هسه ايران. نعم. بالفنادق وبالبيوت زين، والمطارات تنقل ذيك الايام يوميه تنقل. الى عاد شنو فائده حضره التجوال يا ابو علي؟ استاذ هاي حضره التجوال قدام العالم، اعلام هذا. صدق اعلام، ما انا ما علاقه. هي الحكومه لو صدق تريد تهتم بالشعب جابت دواء واستوردتها وجابت اجهزه حديثه، بس هم ذولا صدقني ذولا ودهم العراق كله يموت. نعم. ود العراق كلهم يروحون، يعني ذولا يعتبرون العراقيين اعداء لهم. نعم. زين استاذ محمد، واتمنى ان شاء الله تروح هاي الازمه ان شاء الله ويرجع العراق بخير ان شاء الله، وان شاء الله كل الاحزاب تنتهي. نعم. الله يحفظك استاذ محمد. شكرا جزيلا سيد ابو علي من النجف. يعني نقف ومنذ البداية مع كل الإجراءات الوقائية التي من هدفها تقليل الأضرار، من هدفها حصر تفشي فيروس كورونا في العراق
وعدم تفشيه بهذا الشكل الكبير الذي يودي بحياة الكثيرين ويصيب أكثر. لكن السؤال، الإجراءات التي تفرض، حظر التجوال على سبيل المثال، وكما تفضل السيد أبو علي من النجف، حركة الخطوط الجوية ما بين العراق وإيران مستمرة حتى هذه اللحظة، والحدود مفتوحة على مصراعيها البرية بين البلدين. كيف سيطبق قانون حظر التجوال إذا كان لا يزال هناك مسافرون قادمون من إيران، كانوا إيرانيين أو عراقيين بغض النظر، يأتون من بلد موبوء بمحافظاته جميعا، يدخلون إلى العراق حاملين لهذا الفيروس ويساعدون على انتشاره في العراق؟ يعني هل فكرة حظر التجوال أو تمديده الآن كما أعلنت السلطات، هل هو العلاج الحقيقي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا؟ هل هو الإجراء الوحيد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا؟ لماذا لم تغلق منذ البداية سلطة المنطقة الخضراء الحدود مع إيران وقطعت هذا الطريق على القادمين من إيران، وبالتالي سيطرت قدر المستطاع على تفشي هذا الفيروس؟ طبعا حظر التجوال سيساهم بعد ذلك، وهناك إجراءات أخرى نتحدث عنها مشاهدينا الكرام، كما هي قضية دعم الناس المتعففة، الناس البسطاء، الفقراء في العراق، المحتاجون الذين يحتاجون إلى المواد الغذائية ويحتاجون إلى الدعم الطبي وغيره. ما هو المخزون الاستراتيجي لدى العراق من المواد الغذائية، من المستلزمات الطبية، من غيرها؟ بلد يعتمد اعتماد كلي على دول العالم في منتجاته الصحية والغذائية وغيرها. ما هو المخزون لدى العراق بعد أن أغلقت كثير من دول العالم حدودها؟ صار المتنفس الوحيد الآن مع إيران، ولا يزال حتى هذه اللحظة يفتح حدوده مع إيران. من معنا الآن؟ السيد عثمان من بابل، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من ناحية جفة الصخر، أنا من بابل. حياك الله أستاذ. الحكومة كل شيء ما قدمت، ها، ما قدمت أي شيء للمواطنين، ها. نعم. كل الدول قطعت حدودها ويا إيران، ها، وبس العراق الوحيد ما قاطع حدوده وياه. نعم. وكل هذا المرض جاي لنا من إيران، ها. نعم. وما يوم لا واحد سياسي جاب طارق جفة الصخر ورجعني، نعم. بس وقت الانتخابات يجون ها نساعدكم ونرجعكم وما ادري ايش، كلها يعود كلها كلاوات بكلاوات. نعم. من جت الحكومه لحد الان ما واحد جاي بيهم شريط من 2003 لحد الان. لا، صار لكم 7 سنين يا عثمان، وين هسه انتم صافيه بيكم الدنيا؟ والله محافظه السليمانيه بالمخيمات. الله يعينكم. الله يسلمك استاذ. نعم. والله ما حد يجي مثل ابو عبد، ما حد يجي مثل ذاك الحكم. طيب يعني احنا نقول اللي راح وهم قالوا انه احنا خلصنا العراقيين من نظام دكتاتوري، تمام. ما الذي قدموه للعراقيين؟ المليارات اللي حصلوا عليها، مليارات الدولارات اللي حصلوا عليها من خزينة الدولة ومن النفط وغيرها، تعادل ما امتلك العراق 3 أضعاف منذ انشاء الدولة العراقية الحديثة. شنو اللي قدموه للعراقيين؟ وين الفلوس راحت؟ وين الاستعدادات لمواجهة الأخطار والمصائب اللي ممكن تطال العراق والعراقيين؟ كلها صدرها لإيران دات حاربيها الدول المجاورة. والله أنا عارف ناس هنا أيتام ما يقدرون يشترون هذا كيلو طماطم، ما يقدرون يشترونه. نعم. أيتام ما عندهم لا معين ولا خلاص، ما حد لا حد يسأل عليهم ولا كل شيء. الله يكون بعونهم. أنا أشكرك يا عثمان، كنت معنا من بابل. ومأساة جرف الصخر طبعا هي حقيقة ما واحدة من المآسة الكبيرة التي يعيشها العراقيون الآن، موضوع منع سكان مناطق تم تحريرها بين قوسين من تنظيم الدولة كما تقول الحكومة، ولكن الآن مستوطنة بها الميليشيات. السيد منير من الأنبار، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخ محمد؟ الله يسلمك، حياك الله، تفضل. الله يبارك فيك. الله يسلمك. أنا من الأنبار. نعم. وإحنا قرية ما بيها 50 بيت ماكو بيها. نعم. وفرضين علينا حظر التجول، لا مواد غذائية تصلنا، لا كهرباء تصلنا، لا مي تصلنا، كل شيء ماكو. نعم. وهسه نريد بس نروح نصل للمدينة العانة
نروح نجيب مواد غذائيه شيء ما يشلونا نطلع. نعم. هي هاي حكومه هاي والله مو حرام واحد يعترف ويقول هاي اسم حكومه. يعني حتى مجلس المحافظه عندكم ما وفر لكم شيء؟ ما قال لكم وين تروحون تتسوقون؟ شلون حتعيشون؟ والله حتى مولد بالقريه ما خلونا. نعم. ونروح نجيب بنزين، نروح على عانه نجيب بنزين وناجي نحط بالمولد، مولد صغير بالبيت نحطه ببنزين. هسه ما يشلونا بعد، لا نروح العانه، لا نروح الراوه، لا نروح الحصيبه، ما يشلونا نتحرك من بيوتنا. وبلا اكل وبلا شرب. والله لا اكل لا شرب، كل شيء ماكو هسه. نعم. الله يكون بعونكم يا منير. انا لله وانا اليه راجعون، ما تقول ايش كنت اسوي. نعم. أنا أشكرك سيد أبو سيد منير من الأنبار، والله يكون بعونكم، ونتمنى هاي الأصوات المشاركين اللي يتكلمون بمعاناة أنه ممكن هاي خلية الأزمة توعى تفهم أنه اللي يصير بالعراق والإجراءات اللي يتخذوها إجراءات خاطئة، لأنه مو أنت تفرض حظر تجوال وتقطع عن الناس الأكل والشرب وتقطع عن الناس الطاقة وتقطع عن الناس المواد الطبية والصحية والغذائية وغيرها. يعني هذه عملية إعدام لمجتمع كامل، لبلد كامل، بهذه الإجراءات الفوضوية العبثية الفاشلة. أبو عبد الرحمن من تركيا تفضل. سيد أبو عبد الرحمن موجود؟ أبو عبد الرحمن من تركيا. نعم وياك. تفضل يا أبو عبد الرحمن، حياك الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو سيد أبو عبد الرحمن أسمعك. ألو. تفضل تفضل. فقدنا الاتصال مع السيد أبو عبد الرحمن من تركيا. طيب مشاهدينا، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، يبقى معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا الان السيد عبد العزيز من بغداد، تفضل يا عبد العزيز. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عبد العزيز من اليوسفيه. حياك بس الله. احنا هنا الجيش عندنا فرقه 17. نعم. قاطعين الطرق علينا كلها، يعني راح موتونا جوع والله العظيم. اذا تريد تطلع ما تخلونا. نعم. يعني كل شيء ماكو، لا وسائل حياة ماكو، يعني شنو انت؟ كورونا ادري، شنو ذنبنا احنا؟ وشلون عايشين هسه يا عبد العزيز؟ احنا فرقة 17 علينا، الجيش ماكو، ما شالوه، يعني بين سيطرة وسيطرة 50 متر، ويعني شبه ماكو حياة، يعني لو بالله لو ضالين على الأوضاع القديمة هو أفضل. اكلكم شربكم علاجكم احتياجاتكم شلون؟ ماكو، كل واحد انت منطقه نائيه، كل واحد ايش يزرع، لو ياكل من عنده لو ماكو اكل اصلا. لا اله الا الله. نعم. وهاي اجراءات، يعني هاي خليه الازمه اللي شكلوها، هاي خليه الازمه والاجراءات الحكوميه وين؟ انا كنت قاعد ببغداد. نعم. رحت ببغداد، ببغداد ماكو حظر، وهنا منطقة ريفية بها حظر، حاطين محاضرين محاصريننا كل شيء ماكو. نعم. يعني نعم. المناطق البغداد كل شيء ماكو، حتى ما مطبقين عليهم حظر، بس هنا علينا يطبقون. وأنا أشكرك. الله يكون بعونكم يا عبد العزيز، معاناة حزام بغداد طبعاً ليست جديدة.
دائما ما كانت هناك معاناة في هذه المناطق، وجود الميليشيات والقوات الحكومية، بخلاف موضوع حظر التجوال الآن، عمليات المداهمات وعمليات الاعتقال بلا وجه حق وعمليات الخطف التي تتم والتغييب التي تحدث كلها مستمرة، وتضييق مستمر على المدنيين العراقيين الساكنين في حزام بغداد. طيب نقرأ الرسائل الواردة جزء منها. السلام عليكم أستاذ محمد، هؤلاء ليسوا حكومة بل هم أذناب لإيران. والله يا أخي جريمة، العراق العظيم ومؤسس الحضارات العظيمة يقود هؤلاء الشرذمة. إن شاء الله يقتص منهم الله سبحانه وتعالى ويقتص منهم الشعب العراقي عاجلا أم آجلا. أخوكم أبو سعد الطائي من الناصرية. شكرا لك. في رسالة من السيد عبد الخالق الناصر، أرسل آية قرآنية. نعم، في رسالة من السيد مبروك من الإمارة. طبعا هناك من يقومون برسل بإرسال رسائل وصور ومقاطع فيديوية، حقيقة مقاطع مصورة، لا ليس متاح لدينا القدرة على عرض هذه المقاطع. يا ريت لو تكتفون بس بإرسال الرسائل المكتوبة وسنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. عائلة عراقية تنشمر بالشارع، انشرها أستاذ حتى من تطلع مظاهرات مرة ثانية لا أحد يقول ليش. منتظر من بغداد، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي الله يسلمك، حياك الله. والله يا أخي يعني هذا حظر التجول، نعم، يعني اللي موجود اللي دائما يمددون به كل أسبوع أسبوعين ثلاثة، نعم، الدولة يعني ما تفكر بالفقير، ما تفكر بالأجر اليوم شلون يأكل شلون يشرب. نعم، هاي بس ذبة سجين، كأنما شلون أنت سجن حاطيك بسجن، نعم، وباقي أنت أي باقي ما طول إيران مفتوحة الحدود والزوار قاعد يروحون ويجون، أنت باقي بالسجن. يعني السجن بس على العراقيين وعلى الإيرانيين وذول اللي يطلعون زيارات؟ لا، أقول لك السجن بس على العراقيين الفقراء أصحاب الأجر اليومي والأهل الزيارات واللي يجون من إيران، ما عليهم ذولا؟ ما ينحبسون؟ ما يفرض عليهم حظر التجوال؟ لا، ما عليهم ذولا، ما عليهم، لأن ذولا اللي يزورون اللي يتقربون لله خطية. يعني تعرف الله، بس الله هم يعرفون، إحنا ما نعرف الله، عرفت؟ نعم. أي أو هاي الفقراء يضع علينا، هذا اللي يأكل إندومي ينشر، هذا اللي يأكل تمن بوحده. طيب هاي اليوم هاي الفقير لقاها اليوم وباكر محظر التجوال مستمر وده يتمدد، باكر يموت جوع، خلي يموت جوع، الحكومه شو لها علاقه؟ هو يستلم مخصصات ويستلم ملايين وعقود، شو لها علاقه بالفقير؟ عسى ما يموتون كلهم. نعم. السيده ام احمد، سيد منتظر، السيده ام احمد من بغداد قالت انه هذا الموضوع حيرجع الجرائم. احنا مجتمع مناقص حرامية يطلعون بينا، مناقص يطلع بينا مرتكبي جرائم وانتهاكات، البلد منهار. هاي الخطوات طبعاً الحكومية تشجع، لان الناس الفقرة مين تاكل؟ طبعا اني سامع، اني هسه ذاك الاول بارحة قدموا بالمسطر قال لي قاعد تصير سرقات وسطع على البيوت. نعم. وحتى أنا من يوم شفت ويا الحكومة شو العلاقة؟ هي الحكومة من إجت لحد الآن ما حلت مشكلة بين الناس. أي مشكلة عالقة بين الناس ما حلتها، حتى تبقى الناس مشبكة ويا بعضها، مشاكل، سرقات، فصول عشائرية، كذا، وتبقى بيناتهم، ما حد يقتل الثاني، هم يبقون فوق التل. نعم. براحتهم. هيك هذا الوضعية. عرفت؟ نعم. نعم. ونسأل الله أنه يضربهم الفيروس وينتقم من عندهم بجاه النبي، نسأل الله أن يضربهم وينتقم من عندهم بجاه النبي. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. شكرا سيد منتظر، كنت معنا من بغداد، أشكرك للمشاركة. من معنا الآن؟ طيب نقرأ الرسائل الواردة مشاهدين الكرام. في رسالة لدينا السيد مبروك من الإمارات يقول، رسالتك طويلة جدا سيد مبروك، عموما سأختصر بها قدر المستطاع. تحية لك أخي محمد. الموضوع المتعلق بخلية الأزمة المشكلة من قبل الحكومات أنها لا تهتم بما يجري من أزمات أمراض أوبئة،
لذلك كلها تتجاهل هذه الأمور ولا تصدر قرارات تهم صحة وسلامة الجميع، خصوصا ظروف هذا الوباء كورونا. لذلك الواجب يقتضي بإيجاد كفاءات وخبرات تقوم بهذه الأمور بدلا من خلية الأزمة لإدارة مجريات الظروف الطارئة لتوعية المجتمع بمخاطر الأوبئة والأمراض. شكرا جزيلا. السيد عامر من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. استاذ احنا نريد نقدم نشتكي احنا على الصادرات نسوي حظر التجوال، العرف هنا يمشي، ما عنده عرف ما يمشي، هاي حظر التجوال كلها يجي هاي الامور. نعم. عامر. سيد عامر. بس نصي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون بس رجاء. فقدنا الاتصال. طيب. يعني اللي عنده عرف ما راح يحمل الفيروس يعني من يتنقل بالشارع. طيب هذا نظام الواسطات والمحسوبية حتى في الأوبئة والأمراض. طيب في رسائل الواردة، أبو زينب من بغداد يقول السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين. إذا الحكومة خايفين من كورونا أول من حيطلقون على يطلقون صراحة الأول مرة خلي يطلقون صراحة المعتقلين. إن شاء الله يصير السياسيين كلهم وذولا كلهم شهايدهم من سوق مريدي، ومن يقولون حظر تجوال أول شيء خلي يسدون الحدود بين العراق وإيران وشكرا. في رسالة لدينا، السلام عليكم أحبتي، هل هناك من اجتماع مرتقب للتحدث عن العفو وأوضاع المعتقلين وشكرا. لم تظهر أي معلومات أو بيانات عن هذا الشيء، ولم تتخذ الأحزاب السلطة الموجودة في المنطقة الخضراء أي إجراء تجاه قضية المعتقلين وقانون عفو عام. أم أحمد من بغداد تفضلي. الله يساعدك عاني. أهلا وسهلا. احنا جايين تتحدث على الوضع الموجود وعلى مالك الوضع المرضي هسه احنا بالعراق، وخلية الأزمة يعني هي المفروض مو هسه يعني تسوي الموضوع، من زمان لازم هي تهيئ كل الأمور، لأن احنا بلد غني والمفروض من عندنا كل الأمور شنو تتهيئ. نعم. قبل ساعة، قبل سنة، قبل سنتين، قبل شهر، مو هسه احنا جايين نحكي. نعم. نقول يا رب حضرنا ويستنظرون من الشعب، الشعب هو واقع، هو تعبان. الزمن صدام كانت سبع طبقات، الطبقة السابعة هي عايشة حتى مني، حتى تحكي تحكي طبقتين، طبقة غنية اللي هي الغنية هي ذوي يعني البرلمانيين وربعهم، والطبقة الفقيرة هو الشعب. نعم. الشعب المظلوم من شمال الجنوب، من شمال الجنوب الشعب تعبان يا اخي. انا هسه طالعت يعني اتصلت فيك يعني انت الا من تحكي، لا حياة من ينادي. نعم. ويا من تحكي ويا من تقول تتعب، حتى اذا تريد تحكي تتعب تتعب، لان شغله هم مو عراقيين، ما عندهم غيره. نعم. ما عندهم حنية على هذا الشعب، ما الغلطه. نعم. الوحيده الشعب انتخب هيك زمره وهيك شرذمه. نعم. ذولا ناس الله سلطهم على البلد على مود يحرم خيراته، سلطوا علينا امريكا، سلطوا علينا ايران، ايران بلد محتل هي تحكمنا. نعم. يعني هم ما لهم حرف ما يقدرون يحكون. سيدة ام احمد، انا اكتفي وياك بهذا القدر، انا اشكرك، شكرا جزيلا سيدة ام احمد من بغداد، لانه عندنا رسائل حقيقة ويجب ان تقرا وكثير منها. في رسالة تقول تحياتي لك أستاذ محمد، الحكومة موظفة من إيران، الوطن والشعب مباع لإيران، لا يهمهم الشعب، الشعب مرهون بأمر إيران، ماذا تأمرهم إيران ينفذون؟ الشعب يموت يعني يموت، هذا الشعب دخيل على إيران تتمنى إبادتهم. في رسالة لدينا، السلام عليكم أخويا، ملينا من هالحياة اليومية، شغلة جديدة عمي، والله إحنا العراقيين ما يمنا شيء، بس بينا البلا إيران. أبو دليم من الرمادي شكرا لك. السلام عليكم قناة الرافدين والجميع الكادر، مشكورين على البرنامج. أما بالنسبة لكورونا في تركيا مصابين نسبة قليلة جدا والصحي ممتاز تفوق الدول. أنا أخوكم أبو عبد الرحمن الحديثي من تركيا،
في رسالة: السلام عليكم، علياء من الحلة، لو نخلص من إيرانيين نرتاح، كلهم حرامية. لدينا رسالة أحد المشاركين يقول: قاعد أدق وما حصل، الأرقام ظاهرة منذ بداية الحلقة أخي الكريم. والحاج أبو أحمد من ذيقار: حاج أبو أحمد الأرقام ظاهرة، وبإمكانك إن شاء الله بالحلقات القادمة تشارك. السلام عليكم، هو دز رسالة يقول: السلام عليكم، نطالب بالعفو العام من قناتكم الموقرة. لدي سجين من 2012 مظلوم والله والله، ولدي شهيد بالثورة 2019 شهر 11 يوم 29، الله يرحم الشهيد والله يفك أسر المعتقل. في رسالة: السلام عليكم، مصير النشارة وإيران جارة، هذا مثل شعبي الآن يمكن يتم تداوله بالمستقبل. السلام عليكم، نطالب منكم أنتم المنبر الشريف العفو العام، نتمنى هاي الرسائل اللي تصل مشاهدينا الكرام، العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء الموجودين في السجون العلنية والسرية الموجودة لدى الحكومة والميليشيات، نتمنى هذه الأصوات تصل إلى المجتمع الدولي، إلى من يهمه الأمر في العالم، لأنه في الداخل العراقي هؤلاء من في السلطة الآن ميؤوسون منهم بنظر الشعب، وبالتالي المطالبات منهم أو التأمل منهم بخير وأعتقد مجرد وهم، يعني شيء من الخيال بالنسبة لمن يحلم بهكذا حلم. المطالبات وهذه الأصوات نعتقد أنه تذهب إلى المجتمع الدولي بشكل يكون هو الشكل الأفضل والمناسب لها، ونتمنى أن تكون هناك استجابة دولية لهذه المناشدات. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.